كالعادة طبعا منورنا، وكالعادة حابب إن أنا أرحب بيكم، سعيد جدا بوجودكم معانا. هنتكلم النهاردة في ندوة ضمن الفعاليات الأونلاين أو الإلكترونية اللي بيقدمها أو بتقدمها أكاديمية بالعقل نبدأ. الندوة اللي إحنا اعتدنا عليها كل يوم 4 الساعة 7:30، والنهاردة إن شاء الله عنوان ندوتنا هيكون بعنوان الحرب الناعمة. طبعا زي ما حضراتكم اللي حضر معانا قبل كده عارف ان ده مش بس الفعاليات الوحيده اللي احنا بنقدمها اونلاين، احنا لينا كمان دوراتنا الاونلاين زي دوره قواعد التفكير المنطقي اللي قدمناها بالفعل، او زي دوره تاريخ المعرفه اللي شغاله حاليا في الوقت الحالي، وزي طبعا الندوات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وزي منتجاتنا على الارض بقى، واهمها طبعا الكتب، واللي من ضمنها كتاب قواعد التفكير المنطقي، كتاب تاريخ أو حكاية الفلسفة الغربية، كتاب قبل الانهيار، كتاب فك التشابك ما بين العقل ومصر، وكتاب التنوير الحضاري. النهاردة إن شاء الله في ندوتنا بعنوان الحرب الناعمة، ويمكن هي جت يمكن صدفة، بس في نفس الوقت إحنا بنتكلم في الفترة اللي فيها الأيام دي بنعاصر فعلا يعني ذكرى انتصار حرب أكتوبر، ففي الأيام دي أعتقد كان الوقت الأنسب للكلام عن الحرب الجديدة اللي بتخوضها مجتمعاتنا واللي بتخوضها المجتمعات الإنسانية، وهي الحرب الناعمة. عشان كده إن شاء الله لما هنبدأ في محاور الندوة بتاعتنا النهاردة هيكون أول حاجة هنتكلم عنها هو التعريف بالحرب الناعمة. ايه هي الحرب الناعمة وايه هو الفرق ما بين الحرب الناعمة والحرب العسكرية اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها، وغيرها من انواع الحروب المختلفة، اشكال القوة وانواع الحروب، ادوات الحرب الناعمة، الفرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية، امثلة تطبيقية على الحرب الناعمة، اهم اسباب الخديعة في الحرب الناعمة، وعلامات وقوع الحرب الناعمة، وآخر حاجة أو آخر محور هنتكلم عنه النهاردة هيكون مواجهة الحرب الناعمة. تمام، خلونا نبدأ أول حاجة وهو التعريف بالحرب الناعمة. بس قبل ما ندخل في تعريف الحرب الناعمة حابب أوري لحضراتكم نموذج بسيط عن الهدف من الحرب الناعمة. زي ما كنت بتكلم في حرب أكتوبر كان عندنا عدو واضح وهو الكيان الصهيوني اللي اتحدنا في مواجهته، سواء الجيش السوري، الجيش المصري، الجيوش العربية، حتى إن ما كانتش بجنودها بشكل مباشر، على الأقل كان بالمشاركة الاقتصادية. حتى في الحرب أكتوبر شارك جزء من الجيش الجزائري، شارك جزء من الجيش الجرماني، شارك أجزاء من جيوشنا العربية المختلفة، فكانت يعني حرب واضح فيها عدونا، وكنا إحنا بنحاول نتغلب عليه بالشكل الواضح ده. الحرب الناعمة الناتج بتاعها بيكون مختلف شوية. في الحرب العادية انت الفيصل ما بينك وما بينه الأقوى في الجيش، الأقوى في الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة، أما في الحرب الناعمة فانت مش محتاج للقوة دي، يكفي المشهد اللي كان زي ما بتكلم عنه دايما مشهد عبقري الحقيقة، جسد الناتج الأهم للحرب الناعمة دي اللي ممكن تشوف حتى ملامح بسيطة منه، لأن طبعا الكوميديا جسدته بشكل يمكن فج شوية، ولكن ملامح بسيطة منه تقول لك هو الغرض من الحرب الناعمة دي إيه. فكان المشهد اللي بتكلم عنه هو فيلم ليلة سقوط بغداد بتاع الممثل أحمد عيد، اللي كان فيه شخصية في الفيلم كل كلامه كان طبعا في زي ما حضرتك كل شاف الفيلم كان بيحكي عن ايام الحرب الامريكيه على العراق، فكان جايب شخصيه كده بتتكلم ان والله الامريكان دول لو دخلوا عندنا هينظفونا، والله هم دول اللي هيخلوا مجتمعاتنا كويسه، والله هم دول اللي هيخلونا بلاد متقدمه وهكذا. الشخص ده في اخر الفيلم خالص جايبين مشهد تخيلي للقوات الامريكيه بتقتحم مصر، والراجل ده جاي عليهم ياخدهم بالاحضان وعمال يقول والله هينظفونا والله هينظفونا بالشكل ده عشان تقابلوا رصاصات الجيش الامريكي
فهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة يقول آخر كلماته: مش قلت لكم هينظفونا؟ هو ده الناتج بتاع الحرب الناعمة، الناتج اللي بيخلي الشخص المعرض للحرب الناعمة أو المهزوم في الحرب الناعمة دي قابل تماما 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 بعدوه، وشايف في عدوه الخلاص، وشايف في عدوه ان هو الجنة ونعمها، بل ان حتى لو عدوه ده قضى عليها يبقى شايف ان ده من حكمة ومن فهم عدوه للواقع بشكل صحيح. وهو ده يعني الجزء الاساسي في الحرب الناعمة، او هو ده اللي بيفصل بشكل كبير ما بين الحرب الناعمة والحرب العسكرية. فتعريف الحرب الناعمة عندنا هي زي ما اتكلم عنها جوزيف ني، ان هي الحرب اللي بيتم فيها استخدام القوة الناعمة زي الاعلام، زي السوشيال ميديا، زي غيرها من الوسائل، عشان تغير في عقيدة وفكر الشخص او المجتمع اللي انت بتعليه، واللي هي يعني بتحصل او يعني بتحل محل القوة العسكرية. بل إن حتى الفشل العسكري لو صاحبه حرب ناعمة ناجحة أصبحت الغلبة للمجتمع اللي انتصر في الحرب الناعمة دي، حتى لو هو كان فشل عسكري في الوقت ده، حتى لو ما كانش له قوة عسكرية واضحة في الوقت ده. زي ما حضرتك شايفين ده كتاب القوة الناعمة لجوزيف ني، اللي اتكلم زي ما قلنا عن إن في حالة الحروب العسكرية هي حروب بتهدف بشكل أساسي لتدمير العدو، لأن أنت تسبب له أكبر خسائر مادية، عكس الحرب الناعمة اللي لا، أنت ممكن تخلي عدوك محتفظ بكل قوته، ولكن الفرق أن كل قوته أصبحت بتخدم أهدافك أنت وأصبحت بتخدم مصالحك أنت. طب إيه هي أشكال القوة وأنواع الحروب؟ عندنا ثلاث أنواع من الحروب، وهي القوة العسكرية أو استخدام القوة العسكرية والحروب العسكرية، استخدام الحروب الاقتصادية والقوة الاقتصادية، وآخر حاجة القوة الناعمة. القوة العسكرية شفناها طبعا في أكثر من مكان، مثلا زي ما كنا لسه بنتكلم الحرب الأمريكية على العراق وعلى أفغانستان وعلى غيرها من الدول اللي كانت فيها استخدام للقوة العسكرية بشكل أساسي واعتماد بشكل أساسي على القوة العسكرية. أما الحرب الاقتصادية فإحنا برضو هنلاقيها بتحصل مثلا من أمريكا تجاه العقوبات مثلا اللي بتوقع ضد دولة زي إيران، أو الحرب الاقتصادية القوية والشرسة جدا ما بين أمريكا وما بين الصين. تمام. وفي كتاب جميل جدا اسمه الاغتيال الاقتصادي للأمم لجون بيركنز، اتكلم عن الأنواع دي والاستخدامات المختلفة دي، واتكلم عن ازاي ان انت في الأول بتبدأ انك تستخدم قوتك الاقتصادية، انك تحاصر المجتمع اللي قدامك اقتصاديا، انك تحاول تتملكه حتى اقتصاديا بشكل مختلف، مش لازم تحاصره اقتصاديا، يكفي مثلا ان انت تخلي المؤسسات والهيئات بتاعته محكومة بديون ومحكومة ب يعني تابعة للبنك الدولي بشكل ما، عشان خاطر ان انت برضو تبقى مسيطر عليه. واتكلم بعد كده عن انك انت ممكن تسعى للاغتيال المباشر حتى للقادة الموجودين في المجتمعات دي، ولو فشلت في كل ده ممكن تلجأ في النهاية للحرب العسكرية اللي بشكل مباشر وبشكل فكري. نيجي بقى للجزء الثالث، هو ادوات الحرب الناعمة او الحرب الناعمة نفسها. ايه هي ادوات الحرب الناعمة دي؟ اتكلمنا عن ادوات الاقتصادية زي مثلا البنك الدولي، زي العقوبات، زي والحرب العسكرية اللي احنا طبعا كلنا عارفينها، زي حتى استخدام الاسلحة النووية وغيرها. طب ايه هي ادوات الحرب الناعمة؟ اول اداة وهي اداة الاعلام، ان اعلامك يكون بيقدم افكار عدوك، ان اعلامك يكون بيهيئ لك ان الخلاص والجنة زي ما قلنا عند عدوك. ممكن تشوفوها حضراتكم في اعمال درامية او سينمائية او حتى برامج او غيرها، بتتكلم عن قد ايه المجتمع الغربي ده متقدم، قد ايه جميل. حتى كان لسه في معروض في التلفزيون قريب فيلم الإرهاب والكباب، والشخصية اللي كانت ظاهرة في الفيلم اللي كانت كل حاجة تقول لك في أوروبا والدول المتقدمة ما بيحصلش زي ده، في أوروبا والدول المتقدمة ما بيحصلش زي ده. فالإعلام سواء الإعلام بتاعك أو إعلام المجتمع اللي بيحاول يغزوك ويحاربك حرب ناعمة، اللي دايما بيحاول يقدم حضارته أو فكره في صورة ملائكية بشكل كبير، واللي بيحاول يقودك تجاه بعض القضايا اللي حتى لو صورتها تبدو صحيحة ولكن في واقعا هي بتغطي بلاوي كتير. يعني كان من ضمن الحاجات دي
رئيس وزراء كندا اللي كان له مواقف سياسية كتير سيئة وله تدخلات عسكرية كتير في دول مختلفة، ولكن في نفس الوقت الإعلام مركز على قد إيه إن هو راجل طيب بيلبس شرابات ملونة بيعملها ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، أو قد إيه إن هو لما بيجي يشوف ست مسلمة ما بيجي يسلم عليها بيحط إيده على صدره كده ما بيمدش إيده عشان خاطر ما يحرجهاش، أو قد إيه إن مثلا في إنجلترا مسكوا رئيس الوزراء سلخوه وعذبوه وبهدلوه عشان إزاي إن هو يجيب مكنة قهوة في مكتبه، وسألوه وحاسبوه وحاربوه لحد ما عرفوا إن ده هو جايبها بحسابه الشخصي ودافع ثمنها من حسابه الشخصي مش من حساب الوزارة. في نفس الوقت المجتمع ده قابل تماما لبعض التصرفات العنصرية تجاه مواطنيه حتى، ده غير طبعا الدم والقتل والجثث اللي بيحمل وزارة يعني، تمام، وتدخلاته في دول تانية وغيرها من المواقف السيئة. فالإعلام بشكل كبير جدا مؤثر طبعا في الحرب الناعمة. تاني حاجة الفن، وده لسه كنا بنتكلم عنه زي الأعمال الدرامية والسينمائية وغيرها اللي بتتكلم عن الخلاص اللي موجود في المجتمع الغربي، أو حتى بتعملها بشكل مختلف شوية وهي إنك أنت تخلي مجتمعاتك حتى شبيهة بالمجتمع الغربي، فتبدأ إن هي تهدم في قيمك الأخلاقية، تهدم في قيمك المجتمعية، وفي المقابل تعلي من قيم تانية تحت بعض الدعاوي زي فكرة الحرية، زي فكرة التقدم، زي فكرة إن القديم ده حاجة عفى عليها الزمن أو حاجة متخلفة أو حاجة قديمة، المصطلحات اللي حضراتكم كلكم عارفينها واللي بتداعب بشكل كبير العاطفة. تالت أداة من أدوات الحرب الناعمة، وهي أداة مهمة جدا جدا جدا، مش بس لأنها من ادوات الحرب الناعمه لكنها كمان من ادوات مقاومه الحرب الناعمه، وده ان شاء الله النقطه اللي احنا نوصل لها قدام، وهي النخبه، المجموعه المؤثره في المجتمع. المجموعه المؤثره في المجتمع دي لو مجموعه واعيه مثقفه عندها القدره على انها تخاطب العامه بشكل صحيح، عندها القدره على انها تعرض افكارها بشكل صحيح، اكيد هتؤثر في المجتمع بشكل ايجابي. اما لو النخبه دي متأثرة بشكل كبير جدا بمجموعة الأفكار الغربية، مجموعة الأفكار المادية، ومسيطرة عليها بشكل كبير الأفكار المادية دي، فطبيعي إن هي هتنتج لك مجتمع في حالة تشوه أو في حالة اختلال أو في حالة من أو نوع من أنواع الاحتلال الثقافي. فمن هنا بتيجي أهمية إن النخبة نفسها ننتبه ليها، هل هي نخبة واعية؟ عندها القدرة إن هي تنتج أفكارها الخاصة؟ عندها القدرة إن هي تنتج أفكار معاصرة وحلول واقعية وعقلية ومنطقية لأزمات المجتمع، ولا هي كل حاجة متأثرة بالغرب بشكل أو متأثرة بفكر غريب عنها بشكل مش واقعي وبشكل حتى أحيانا فيه مبالغ؟ وبرضه من ضمن أدوات الحرب الناعمة المؤتمرات اللي فيها نوع من أنواع التحالف على قضايا بعينها، الغرض منها توجيه الرأي العام العالمي والداخلي لقضايا بعينها، حتى لو هي ملهاش الأولوية، حتى لو ملهاش شيء واقعي، حتى لو هي مش حاصلة بالفعل على أرض الواقع أو في حاجة ليها أولوية بعينها. الإنترنت، والإنترنت برضو وطبعا جزء من الإعلام، بس خلونا نتكلم عن حادثة مختلفة شوية تكون بعيدة عن مجتمعاتنا شوية، وهي طبعا الفيروس اللي احنا كلنا حاليا نتقيه ومجتمعاتنا بتعاني منه، وهو فيروس كورونا أو كوفيد 19، اللي بمجرد ما تم الإعلان عن إنه موجود لحد النهاردة الكلام الشعبي العام على إن هذا الفيروس نتيجة إن حد واحد صيني شرب من شوربة خفاش فأدى لإصابة المجتمعات أدى لإصابته بكوفيد وأدى لانتشار الفيروس بالشكل ده، على الرغم من ان لحد النهارده لسه ما فيش تاكيد على مصدر المرض بشكل اساسي او مين هو الشخص اللي اصيب بيه ونقله، وهل هو فعلا نتيجه شرب خفاش ولا لا، ولكن الانترنت اشتغل بشكل كبير جدا على النقطه دي، والاعلام اشتغل بشكل كبير جدا على النقطه دي عشان يؤكد فكره تورط الصين في الفيروس وتسبب الصين في الفيروس، اللي حتى استخدمها بعد كده الرئيس الامريكي ترامب كتير في ان هو يشير للفيروس باسم الفيروس الصيني، وان هو يحاول ان هو يلوم الصين ويعمل نوع من انواع الراي العام المناهض للصين بسبب فيروس كورونا، اللي قد يكون بنسبه كبيره الاشارات والتحليلات كلها بتقول انه بدا في الصين،
الا ان في النهايه الموضوع لسه مش مؤكد، والاهم من كده ان المعلومه الخاصه جدا اللي هي بتاعه السبب في بدايه الفيروس لسه مش مؤكده بشكل اعلى كمان وبشكل اكتر، ولكن الانترنت والاعلام بشكل كبير قاد الراي العالمي ان هو يصدق في هذه الحكايه، ان هو يستعملها لحد النهارده. حتى بنشوفها كتير لسه في كلام الناس العاديه اللي هو يا اخي الحكايه بدات بالصين اللي شرب شوربه خفاش، او يا اخي ده الصين دي عامله، الصين دي مسويه، وغيرها من التعليقات على الموضوع. الاغاثه ايه ده؟ مجتمع منكوب، تعال نلحقك. صوره جميله وشيك تقدر ان انت تستخدمها في الحرب الناعمه، ولكن واقعنا لما تيجي تبص على اللي بيحصل هنغيثك وهنعمل اعاده اعمار. يعني ايه اعاده اعمار؟ يعني هنبني لك البلد من جديد. جميل، بس عندنا شروط. ايه هي الشروط دي؟ اللي هيبنيها شركات احنا اللي نحددها، اللي هيبنيها يبنيها باشتراطات معينه، واهم هذه الاشتراطات ديون متراكمه بفوائد عاليه تضمن لنا دايما انك انت تفضل متسلسل بسلاسلنا، تفضل دايما غصبا عنك تابع لينا، لانك اقتصاديا برضو حتى حصل مشكله عندك. والنقطه الثانيه حتى على المستوى العام او الشعبي، الحق ده هم دول اللي اول ناس جم لحقونا واول ناس جم اغاثونا، وهم دول الناس اللي وقفوا جنبنا مع ان واقعا كان تصرفهم تصرف بيحمل مضامين مختلفه او مناهضه. المنتجات، ودي برضو من الاساليب الخطيره جدا 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 للحرب الناعمه، ان هو يقدم لك منتجاته في صوره مبهره، فتبقى شايف الحياه بس من منظور، تبقى شايف رؤيتك للحياه والاسلوب الحياه والنمط الحياه هو النمط الحياه المادي اللي بالشكل ده. حتى ان البعض مثلا حاليا ممكن ما يتخيلش ان ينزل الشارع بجلابيه مثلا، لا احنا خلاص اعتدنا على البدله، ان انا هروح الشغل هيبقى البدله او البنطلون والقميص او البنطلون والتيشيرت ايا كان، انما اروح بالجلابيه لا، ده حاجه ممكن يبقى فيها نوع من انواع لا الناس تستهجنها او تستغربها يعني. تمام، مفيش حتى الطرح اللي بيتكلم على انه هو حر، لا في الحاله دي هيبقى في نوع من انواع الاستهجان، او ازاي هو مش تابع لنمط الحياه اللي خلاص اعتدناه بشكل معين. برغم مثلا لو حضرتك بصيت على حاجه مثلا زي السينما الهنديه، هتلاقي ان حصل نوع من انواع التوليف ما بين اللبس المعاصر، فتلاقي الهندي مثلا لابس بنطلون جينز المعاصر، ولكن لابسه على القمصان الطويله بتاعتهم اللي هي المعتاده بتاعتهم اللي هي بياقه كده شكلها مميز يعني. فكأنه عمل ميكس ما بين الاثنين، حاجه تكون مريحه وعمليه وفي نفس الوقت حاجه تكون ليها الاصاله بتاعته، ما حصلش نوع من انواع الخجل من اللبس بتاعه. نفس الفكره عند مجتمعات تانية كتير بشكل ما لسه متمسكه بهيئتها ومنتجاتها ولو بدرجه من الدرجات، ولكن في النهايه انقادت لمنتجات تانية ممكن برضو تكون اثرت على نمط الحياه بشكل كبير. من ضمنها حتى كان في بوست لطيف جدا نتكلم عن الفيسبوك على فكره المباني بتاعتنا. لو بصيتوا حضراتكم على المباني بتاعتنا هتلاقي المباني بتاعتنا دلوقتي الاسمنتيه اللي هي ادوار متعدده وكتير، واللي يمكن بتحل بشكل ما ازمه السكن، ولكن كان في حلول تانية زي ان انت عندك رقعه منبسطه من البلد تقدر انك تتوسع فيها. في مقابل البيوت القديمه اللي كانت بسقف عالي وكانت تحس ان هي دايما هواها حلو في الصيف ودافية في الشتاء، لأنها مصممة بشكل مختلف عن البيوت والخرسانة الأسمنت اللي للأسف بتبقى حارة جدا في الصيف وأشبه بأفران في الصيف وساعة جدا في الشتاء. فتقديم للمنتجات الغربية إن هي دي النمط الوحيد اللي أنت هتعيش بيه، حتى إن أصبح صعب إنك تتخيل حياتك بدون المنتجات دي، منتجات المستخدمة معك في الحرب النهائية. والدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية اللي برضه في النهاية بيحاول ان هو يحجم مجتمعاتك فيها بيها ويستخدمها بشكل كبير عشان يقود مجتمعك لانه ينساق للمجتمع الغازي ده، زي ما شفنا حضراتكم بشكل كبير جدا للاسف الانفجار اللي حصل لاخواتنا واشقائنا في لبنان، واللي للاسف تم استخدام فيه كل ادوات الحرب الناعمه دي من نخب كانت قابله ومستقبله بشكل كبير للتدخل الفرنسي، لمؤسسات اقتصاديه كانت موجوده من قبل حتى خروج الاحتلال بتساعد وبتساهم في وجود فرنسي، ليه في النهايه
زيارة ماكرون اللي حاول فيها ان هو يستخدم بعض الاساليب اللي تقدم بعض اساليب الدبلوماسية والاعلامية اللي تقدمه في صورة المنقذ والمغيث، زي ان هو راح مثلا زار فيروز في بيتها، زي ان هو صالح شايفين فيها احضان وتعاطف وحالة من حالات ان هو يعني قلبي معاك يا لبنان، في الوقت اللي هو فيه غرضه الاساسي واضح من كلماته وتصرفاته هو التدخل بشكل اساسي ورئيسي في الشأن اللبناني. مش بس كده، لا كمان مشاركته في اكتر من مجتمع تاني بالتدخلات السيئة او سيئة السمعة وسيئة الذكر دي بتؤكد ان هم عمرهم ما كان هدفهم الحريات، بدليل الانتهاكات اللي بتحصل من الشرطة الفرنسية حتى في حق المتظاهرين واللي بيخفيها الإعلام بشكل كبير، أو الانتهاكات اللي بتحصل من الأمريكان مثلا في حق برضه المتظاهرين، والعنصرية اللي بتحصل في فرنسا وبتحصل في أمريكا اللي فيها تأكيد على إن آخر شيء يهمهم هو القيم الإنسانية ولكن قيم الربح. الحرب الناعمة بيستخدم فيها كل الأساليب اللي إحنا اتكلمنا عنها، والهدف الأساسي منها إنك أنت تبقى منقاد لعدوك، حابب إنك تكون جزء من منظومته. إما إن أنت حابب ده نتيجة انبهارك الشديد بيه، أو أحياناً خوفك من إنك مش هتقدر تعمل معاه حاجة، فالأحسن نبقى زيه أو أبقى جزء منه. أما الحرب النفسية فهي بتعتمد بشكل أساسي على الخوف، أساسها الخوف، وده حتى كان باين جداً في حرب أكتوبر اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنها، اللي كسرت بشكل كبير جداً فكرة الجيش الذي لا يقهر. كانت فكرة فعلاً بتتقال بشكل كبير، وكانت معتمدة على إن ده إحنا هزمنا 3 جيوش عربية كبيرة في وقت واحد، جيش الأردن، جيش سوريا، جيش مصر في وقت واحد، فأنتوا مستحيل ولو بعد 50 سنة إنك أنتوا حتى تقدروا تقفوا قدامنا. وهنا كان حتى على طول الرد العربي السريع عن طريق حرب الاستنزاف اللي كان فيها إشارة لا ده هو هم بيتصابوا أهو، بيموتوا أهو، بيتأذوا أهو، وبيخسروا خسائر عسكرية حتى لو محدودة. وكانت بداية إنك أنت تحاول ترد على الحرب النفسية دي، لحد ما تم هزيمة وضحر الحرب النفسية دي بشكل قوي وبشكل كبير وبشكل نهائي في انتصار أكتوبر في النهاية. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة دي، انتهت مع أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واللي مع نهايتها في الوقت ده بدأت المسألة تستمر عشان نقدر نشوف بعد كده انتصار المقاومة في فلسطين وانتصار المقاومة في لبنان على الكيان الصهيوني في أكتر من حادثة وفي أكتر من موقف. هنتكلم عن مثال تطبيقي للحرب الناعمة، بس قبل ما نبدأ ندخل في المثال التطبيقي هناخد بس 2 دقيقة، أي حد عنده أسئلة يقدر يبعتها ناخد نشم نفسنا فيهم، واللي عنده أي سؤال يقدر يبعت بحيث نجاوبهم في الرسالة قبل ما نكمل بإذن الله. في سؤال جالنا قبل ما نكمل، هل تفشي فيروس كورونا مرتبط بعمل تجربة لحرب بيولوجية؟ الحقيقة إن في بداية الحدث النظرية دي كانت قوية بشكل كبير، وكان كتير بيتكلم عنها بشكل في نوع من أنواع التأكيد، بس الحقيقة مع مرور الأيام لحد دلوقتي مفيش أي دليل يؤكد إن هي تجربة حرب بيولوجية أو إن الفيروس ده مخلق، بس كمان مفيش أي دليل ينفي ده بشكل قاطع لسه. يمكن بعض الأبحاث اللي كلمت إن هو لا مش مخلق، ولكن في النهاية لسه الموضوع مش حاسم بشكل كبير. وهو ده يمكن الحاجة اللي احنا نتكلم عنها ان شاء الله في الاخر، ان ازاي لو في حاجة عندنا ظن معاها، ظن ناحيتها، ازاي ممكن نتعامل معها. يعني هل احنا نبقى مبالغين في الخوف او القلق او التحليل بالشكل ده، بحيث ان لا هي اكيد حرب بيولوجية واكيد احنا محاربين من ده وما فيش حاجة اسمها فيروس كورونا زي ما البعض احيانا حتى كمان بيقول، ولا ان احنا نبقى مبالغين ان لا هو اكيد مفيش حاجه خالص والدنيا حلوه وانتوا مرضى بنظريه المؤامره. هنتكلم عن النقطه دي ان شاء الله بالتفصيل، وهنوضح ازاي نفرق في التعامل ما بين ده وما بين ده. يمكن الالتزام، عدم الالتزام بالزي التقليدي، السؤال اللي جاي لي بعد كده، هل نعتبر عدم الالتزام بالزي التقليدي لاي دوله نوع من انواع الحرب الناعمه؟ هو يمكن مش فكره عدم الالتزام قد ما فكره عدم الالتزام بالقواعد اللي بتحكم زيك التقليدي. ازاي؟ لو بصينا مثلا على الزي التقليدي الخاص بمجتمعاتنا العربية، كان الهدف منه مش بس مجرد شكل معين، ولكن شكل بيخدم بعض الافكار، زي انه مثلا بالنسبة للبنت فهو بيخدم فكرة العفة او فكرة
الحجاب الستر وزي ما حضرتك فاهمين طبعا قصدي، تمام. وبالنسبه للراجل نفس الفكره، مع نوع من انواع الهيبه شويه، مع نوع من انواع القدره ان هو ياخد راحته في الحركه، مع فكره كمان ان هو بعض الحاجات بعض الامور ملتزم بيها يعني، تمام، سواء من الناحيه الشرعيه او حتى من ناحيه الهيئه. لما تيجي تبص دلوقتي على الشكل او الزي اللي بيتم طرحه، هتلاقي حتى بالنسبه للشباب الزي نفسه فيه اشكال بقت انت نفسك يعني مش حاسسها خارجه من فكرك، انت مش حاسسها خارجه من حضرتك، سواء كنوع حتى قماش ممكن يبقى فيه نوع من انواع النعومه، او كنوع حتى من البهرجه الزايده واظهار الشكل او اظهار الهيئه بشكل زايد، او كنوع حتى من هو يكون فيه ميوعه شويه. ده طبعا نوع من انواع الحرب الناعمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفكر كمان اللي هو اللبس، اللي هو احنا الزي اللي احنا بنعتريه الغرض منه ان هو يستر اجسامنا. الزي في الفكر المادي مختلف. مختلف ازاي؟ الزي الغرض منه انك انت تعمل نوع من انواع المظهريه. فانا لابس التيشيرت ده اللي من اديداس، او لابس مش عارف الكوتش ده اللي من نايك، او لابس مش عارف ايه، اللي هي فكره الماركات العالميه اللي الغرض منها طبعا اقتصادي بحت، وكمان غرض منها فكري، ان انت دلوقتي اصبحت منقاد للفكره ده، فانت شايف ان سعادتك ومكانتك ووجودك وهيئتك جايه من الزي اللي انت بترتديه. فهل الفكره عندنا هنا ان احنا لازم نلتزم بالزي التقليدي تماما ونرجع بقى لللبس اللي هو القديم خالص ونرجع للهيئه القديمه خالص؟ مش شرط. وكون ان احنا مش لابسين اللبس ده مش معناه ان احنا انقادنا للحرب الناعمه دي، ولكن اللي انت بقى لابسه هو اللي بيبين هل انت تخليت تماما عن المظهر وما يحمله من افكار، ولا انت قابلت من الزي الجديد ده بس اللي يفيدك ان هو حاجه عمليه زي البنطلونات الجينز مثلا اللي بتساعدك انك تتحرك بشكل اسهل مثلا، او في تستحمل معاك الشغل والبهدله، ولا انت منقاد لاي حاجه غربيه واي طرح غربي، فالغربي يطلع مثلا لبس شفاف ولكن قمصان اللي هي بيبقى احيانا شفافه للرجال دي مثلا فانت تقبلها، او لبس يكون مش مقبول فانت تقبله. هنا اصبح طبعا نوع من انواع الحرب الناعمه اللي انت بتنقاد ليه، تمام. ده كده السؤالين اللي وصلونا. لو في اي اسئله تانية طبعا تحت امر حضراتكم. خلونا نكمل المثال التطبيقي، وكنا بنتكلم عن الاستراتيجيه الامريكيه هنا اللي هتلاقيها بتبدا بان هو اول حاجه عاوز يعملها ايه؟ انه يحط مجتمعك في ازمه. طب ايه هي الازمه اللي هيحطك فيها؟ الأزمة اللي هيحطك فيها هي حرب عسكرية غير مباشرة عن طريق ميليشيات مسلحة، أو عن طريق جماعات وتنظيمات مسلحة تقدر إن هي تضغط مجتمعك وتثير فتنة وتثير تفكك وتعمل يعني أزمة في مجتمعك، مبنية بشكل أساسي من المجتمع اللي بيحاول إن هو أو المجتمع الأمريكي اللي بيحاول إن هو يغزوك، دعم الإرهاب وتغييب للأمن ونشر الفوضى زي ما قلنا. فتلاقي مثلا ترامب كان بيتكلم على أن أوباما ومؤسس تنظيم الدولة الإسلامية باعترافاتهم أن في النهاية الإرهاب اللي احنا بنعاني منه بشكل كبير داعمين له بشكل قوي ماديا واقتصاديا وحتى بالسلاح وغيره، أو حرب اقتصادية زي عقوبات وحصار اقتصادي اتكلمنا عنه زي اللي حاصل مثلا مع إيران أو حصل مع العراق قبل حرب العراق، أو حرب تجارية زي اللي حصل ما بين أمريكا والصين حاليا، أو الديون الفلكية اللي بيحاول إن هو يغرق بيها مجتمعك. تعالى أنا هعمل لك إعادة إعمار، أو إيه ده أنت في أزمة، طب خد يا سيدي مليار، المليار دي هتدفع فوائد كل سنة عليها نص مليار مثلا، فأنت طبعا هتدفع تفضل تدفع في الفوائد ما بتسددش حتى الدين أصلا، وده اللي بيحاولوا ان هم يعملوه بشكل كبير مع فنزويلا ومع مادورو الموجود في فنزويلا حاليا. او حرب ناعمه بالادوات السابقه اللي احنا اتكلمنا عنها وبتنفذ او هدفها ان هي تنفذ التالي: اعلام موجه بيخدم بعض القضايا بعينها. يعني مثلا في وقت من الأوقات كان في هدمة شرسة جدا على فكرة الصين والإيجور واللي بيحصل في إيجور وغيره. طبعا احنا عارفين ان اللي بيحصل في إيجور في ظلم شديد جدا من الحكومة الصينية،
وعارفين الحكومة الصينية يعني مجرمة جدا في تعاملها مع الإيجور، ما عندناش أزمة وما عندناش اعتراض على ده، ولكن اشمعنا في التوقيت ده واشمعنا نامت بعدها؟ تلاحظوا في هجمة بتحصل كده بشكل مرتب. احنا هيطلع دلوقتي الدول الكبيرة تنتقد اللي بيحصل في الإيجور، فيبدأ الإعلام يركز على الإيجور بشكل كبير، فتبدأ الناس تشوف صور لحاجات بشعة بتحصل في الإيجور، فيبدأ الرأي العالمي العام يسخن على الصين وعلى اللي بيحصل في الإيجور، وبعد كده كل ده ينتهي بدون أي ناتج حقيقي. طب إيه اللي خلى ده يطلع وإيه اللي خلى ده ينام؟ هو ده الاستراتيجية اللي بيقوم بيها أو الاستراتيجية اللي بتعتمدها السياسات الأمريكية والسياسات الحرب الناعمة. فتلاقي برضو من ضمن الحاجات اللي هو بيستهدفها دايما فكرة الثورات البرتقالية. يعني الثورات البرتقالية إن هو يبدأ يتكلم مع مجموعة من النخب وإعلام موجه يخدم الفكر الأمريكي حتى لو بقضايا تبدو صحيحة. يعني مثلا ليبيا، القذافي ما كانش يمكن أحسن حاجة، ده حقيقي، ولكن هل اللي حصل بعده أفضل منه؟ لا طبعا. فاللي بيحصل عادة من الاستراتيجية الأمريكية هي محاولة إن أنت تطلع بفكرة صح، والفكرة الصح دي تتاخد وتنقاد بشكل كبير جدا، أو يتم تحويرها وقيادتها بشكل كبير جدا لأن هي تهدم نفسها بنفسها. ده بيحقق حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى هو إن أنا خدت المجتمع ده ووديته الوضع أسوأ، أنا كده عملت مكسب، ده لوحده مكسب. بس في مكسب تاني كمان الناس ما بتنتبهش له، ان لو جه حد بعد كده يتكلم في قضيه حق تاني هيتقال له ايه؟ انت نسيت اللي حصل؟ انت عاوز يحصل فينا زي ما حصل مع ليبيا والقذافي؟ انت عايز يحصل فينا زي ما حصل في المجتمع الفلاني؟ ده احنا هنعاني زيهم؟ لا يا عم، خلينا في الوضع السيء اللي احنا فيه احسن. تمام. دعم مؤسسات داخليه ودوليه تحقق مصالحهم، وده بيحصل برضه بشكل كبير، انك بتلاقي مؤسسات بتاخد دعم واضح مادي الغرض منه ان هو يقدم الفكر الغربي ويقدم الفكر الامريكي اللي يقول لك لا الحريات، لا انت دلوقتي انت لازم تبقى بتتخلص من سيطره الاسره، وبعض المصطلحات والالفاظ اللي فعلا بتهدم اصلا مجتمعنا من جذوره او من افكاره الحقيقيه. توجيه الراي العام لما يخدمهم، تقليل العداء تجاه الغرب والانهزام امامه، التقليل من شعارات الاستقلال والقوميه، استغلال الخلافات الداخليه وتزكيتها، شعارات ومواضيع موجهه لخدمه مصالحها، تلميع قيم ورموز ومؤسسات امريكا، واضعاف قيم ورموز ومؤسسات الخصم. خلونا ناخدهم كده واحده بواحده تاني. تقليل العداء تجاه الغرب والانهزام امامه، زي ما قلنا تلاقي دايما الكلام على ان انت ليه بتعادي الغرب؟ انت لسه عايش في الوهم القديم ده. احنا دلوقتي العالم اصبح قايه صغيره، ده الغرب ده هو اللي بيقود العالم للحاله الاحسن. انت مين والغرب فين؟ يعني حتى لو جيت توجه النقد مثلا لامريكا في موقف معين وتقول ان امريكا مثلا بيحصل عندهم عنصريه مثلا من الشرطه تجاه السود او عنصريه من مؤسسه الدوله تجاه السود، هتلاقي اول حاجه تقول لك يا عم روح بص لنفسك الاول. ماشي، ما انا شايف ان انا عندي برضه نفس المشكله وانا غافل لنفس المشكله، بس انا عارف ان المشكله اللي عندي اساسها الفكر اللي بيقدمه امريكا، الفكر اللي انت شايف ان لو انا بقيت في قوه امريكا فانا طبيعي ان انا اقبل خلاص اللي بيحصل ده، وده ودي مشكلتي الاساسيه، انا ما ينفعش اقبل ده سواء بقيت في القوه الماديه بتاعتها او لا، ما ينفعش ان اقبل ده تحت اي ظرف لانه ضد انسانيتي وضد مبادئ الانسانيه وضد قيم الانسانيه. اللي بعد كده التقليل من شعارات الاستقلال والقوميه. ايه يا عم، حتى فكره القوميه بقت في وقت من الاوقات تحس ان هي ليها سمعه كده، او حتى اللي تتكلم معانا يحسك ان انت ستيناتي او ايه يا عم، لا ده كلام ستيناتي او احنا دلوقتي مفيش حاجه اسمها القوميه ومفيش حاجه اسمها الاستقلال، مفيش حاجه اسمها، مفيش الكلام ده، ده احنا دلوقتي انت عندك جيش هنا داخل في مجتمعك، لا خالص، ما انت عايش اهو زي الفل وامريكا سايباك في حالك، مع انه واقعا امريكا مش سايباك في حالك، مع انه واقعا امريكا مش سايبه اي حد في حاله، بس الفرق ان المعركه انتقلت من السلاح والارض ليه المعركة الناعمة اللي احنا بنتكلم عنها. استغلال الخلافات الداخلية وتزكيتها، ودي نقطة مهمة جدا. ازاي مجتمع يقدر يقاوم، ازاي مجتمع يقدر يواجه الافكار دي وهو مجتمع بيواجه بعضه اصلا؟ ازاي مجتمع يقدر ان هو يرفض القيم الغريبة عليه
وهو نفسه أصبح بيعادي نفسه وبيعادي قيمه. الخلافات اللي بتخلي كتير من النخب اللي موجودة في مجتمعاتنا رايحين يحطوا ايديهم في ايد العدو ويقول لك لا اصل هو التاني اخطر عليا منه، فانا هحط ايدي في ايد عدوي الاساسي اللي بيزكي مشكلتي اصلا مع الشخص التاني وبيضمن استمراريتها عشان خاطر انتصر على شريكي في الوطن، وبعد كده ارجع ابص بقى للعدو ده. طبعا طبعا لعمرك هتنتصر على شريكك في الوطن، لان عمره ما هيسمح بان الحرب دي تتحسم، ولا عمرك هتلف له لانه برضه مش هيسمح بده. حتى ان كتير من التحليلات والقراءات العسكريه وغيرها كانت بتؤكد على ان تجاره السلاح، اكبر تاجر سلاح في العالم هو الولايات المتحده الامريكيه، اللي بتسعى بشكل كبير جدا ان هي تبيع السلاح هنا وللخصم. انا دلوقتي هبيع السلاح لفلان الفلاني والعدو، ليه؟ عشان افضل اكسب من الاثنين. طب وامتى هخسر لو الاثنين ما عادوش بيعادوا بعض؟ يبقى ايه هي مصلحتي ان دايما الاثنين يكونوا بيعادوا بعض؟ وكل ما المساله تنام هطلع بعداء جديد وهفكرهم بالعداء القديم. حتى ده كان حصل مثلا في بصوره طبعا مبسطه وبصوره بدائيه شويه، اللي كان بيتكلم عنه المهاتما غاندي في الهند، ان كل ما يكون بريطانيا حاسه بخطر من المجتمع الهندي وحاسه ان هي ممكن موقفها يبقى ضعيف في المجتمع الهندي، تذبح بقره وترميها قدام الهندوس عشان الهندوس يروحوا يضربوا المسلمين، والمسلمين يبقى ليهم طلع عن الهندوس فيروحوا يضربوا الهندوس وهكذا. شائعات ومواضيع موجهه لخدمه مصالحها، زي ما قلنا فكره شربه الخفاش وفكره موضوع الاجور اللي هو موضوع حقيقي، وفكره ان الفيروس كورونا طالع من الصين دي حاجه مش مستبعده خالص، ولكن في النهايه التركيز عليها بالشكل ده و طرحها بالشكل ده وتلمعها بالشكل ده خدمة لمصالحها في النهاية للضغط على الصين اقتصاديا وإعلاميا. تلميع قيم ورموز ومؤسسات أمريكية، وفي المقابل إضعاف قيم ورموز ومؤسسات الخصم. فتلاقي دلوقتي التاريخ اللي بيترسم وبيترصد هو التاريخ النهضة الأمريكية وقيادة أمريكا للعالم بشكل ما حصلش قبل كده. فتلاقي الإعلام مثلا، مش بتكلم على الإعلام، بتكلم على الإعلام العالمي، تلاقي أفلام مثلا بتحاول أنها تقدم التاريخ الأمريكي في صورة مبهرة، أو حتى تقديم مؤسسات أمريكية زي ناسا أو زي البيت الأبيض أو غيرها في صورة أن هي المنقذة للعالم، وأن الرئيس الأمريكي هو اللي أنقذ العالم حتى لو من فيلم خيال علمي بيحاول فيه مثلا كائنات فضائية أنها تغزو الأرض. وفي المقابل إضعاف قيم ورموز مؤسسات الخصم، فدايما يقلل من قيمك ورموزك ويخلي مؤسساتك ما فيش فيه ثقة في التعامل معها بشكل كبير. ده طبعا يعني فكرة الثورات البرتقالية اللي كان الغرض منها او كان الهدف فيها دعم النخب عشان تغيير الاوضاع، وبعد كده في النهاية الموضوع كله يخدم المصلحة الامريكية بعودة لرموزها وبعودة لافكارها في قيادة الدول اللي وقعت تحت الثورات البرتقالية دي، زي اوكرانيا واشهرهم طبعا اوكرانيا وغيرهم، زي تركيز امريكا على فكره التبت ومظلوميه التبت في الوقت اللي فيه مظلوميه فلسطين مش موجوده عندهم، في الوقت اللي فيه مظلوميه كتير من المجتمعات العربيه او الاسلاميه مش موجوده عندهم، احنا بنركز على القضايا اللي تخدمنا في الضغط على الخصم اللي هو في الحاله دي الصين. تمام. طب ايه هي اهم نقاط الخديعه في الحرب الناعمه؟ إن أفضل متحدث هو غير الأمريكي. يعني إيه أفضل متحدث هو غير الأمريكي؟ عارفين حضراتكم أنا دلوقتي مثلاً لو جيت قعدت معاك وقلت لكم على فكرة أنا شايف الصح كذا وشايف اللي اتعمل صح كذا وأنا شخص كويس وبعمل حاجات كويسة جداً وبعمل كذا وكذا وكذا، عشان كده أنت لازم تسمعوا في كلامي في النقطة دي، أنت نفسك ممكن تنفر حتى من الكلام. اما لو اللي بيتكلم عنه هو شخص تاني فبيقول لك ده هو ده اللي بيقوله هو الصح، ده كلامه ممتاز، ده شخص ممتاز، ده 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 ده, ده. اللي هيحصل ايه؟ انك انت دفاعاتك اللي هتشكك في الكلام هتكون اضعف، وقدرتك على تصديق اللي بيتقال لك هتكون اعلى. ده اللي بيحصل. انت دلوقتي لما يتقال لك ان افضل نمط للحياه هو النمط الامريكي من امريكا، طبيعي ان انتوا هتقولوا كده، ما انتوا بتتكلموا عن النمط بتاعك. انما لما يتقال لك من 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 اعلامنا ومن تلفزيوننا ومن الدراما اللي بتتقدم عندنا ومن فنانينا ومن نخبتنا ان النمط الامريكي ده هو الحل،
النمط الامريكي والحريات الامريكيه والانحلال الاخلاقي هو ده الجنه ونعيمها. هيصبح هنا في الحاله دي قدرتك على انك تصدق تبقى اعلى شويه. طبعا المتحدث غير الامريكي ده كمان لما يردد الروايه الامريكيه وتبدا الروايه دي تتردد بشكل واسع اصبحت بتاخد مصداقيه اعلى. نفس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عنها في فكره فيروس كورونا، شوربه الخفاش اصبحت مقترنه بفيروس كورونا برغم ان احنا لسه ما حسبناش النقطه دي، بس اصبحت دي الترند، اصبحت دي الروايه اللي بتتردد واللي حتى الامريكي دلوقتي ما عادش هو اللي محتاج يقولها، انت اللي بتقولها، انت اللي بترد بيها. والسخريه ممن يدعي وجود حرب ناعمه، ايه ده يا عم انت جو بقى المؤامرات وبتاع، ويبدا يطلع لك الشخص اللي بيفكر في المؤامرات بالشكل ده او اللي بيفكر في ان امريكا بتحاول تسيطر بالشكل ده في صوره شخص مجنون. طب يعمل ده ازاي؟ انه يقدم افكار اكثر جنونا بهيئه اكثر جنونا فتخلي الشخص اللي طالع يتكلم في الافكار الشبيهه دي اكيد زيه. يعني واحد يطلع شعره منكوش كده ويقول لك امريكا يا عم بتقعدلك في كل حته، امريكا مستوصلك في كل حته، ويبدا ان هو يبالغ بشكل زياده جدا، ده هي المتحكمه حتى في ان الميه في بيتكم تبقى ساقعه ولا سخنه، لانك لو فتحتها سخنه ممكن تاذي اللي هو الاحتباس الحراري فالالاسكا تدوب فتاذي امريكا فهم اللي بيتحكموا بده. طبعا الحاله دي بتخليك انت لما يجي واحد يقول لك ان امريكا متحكمه بشكل كبير جدا في الاقتصاد وفي السياسه وفي الاعلام وفي التلفزيون وفي السوشيال ميديا وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها، اه ده شكله راجل مجنون زي بتاع الحنفيه. طبعا يعني كان الله في عوننا واحنا بنرى يعني اسوأ لحظات مجتمعاتنا تاريخيا في قبولها العدو ضد القيم اللي احنا طالبين عليها وضد القيم والمبادئ اللي احنا مؤمنين بيها، سواء قيمنا العربية او الاسلامية او الاهم قيمنا الانسانية كمان، وهي بتنتهك بالشكل ده يعني. تمام؟ فاصبحت الرواية بتتردد على لسان مين؟ على لسان للأسف غير الامريكي وغير الصهيوني. ولكن هنا هتلاحظ حاجة مهمة جدا، ان هنا بيتم استخدام وسائل الحرب الناعمة اللي احنا اتكلمنا عليها في اثناء مرحلة التطبيع أو حالة التطبيع اللي احنا شايفين صورتها دي. أنا فاكر السوشيال ميديا غرقت وقتها بصور لأطفال لابسين أعلام الكيان الصهيوني أو قدامهم طاقة للكيان الصهيوني أو ناس لابسين كمامات للكيان الصهيوني في محاولة أو في إشارة لأن إيه يا عم ما كلهم موافقين أهو خلاص بقى ما توجعش دماغك. فتبدأ أنت تظن بشكل ما وكأن المجتمع مثلا الإماراتي كله قابل بالحالة دي، ولكن مع الوقت تكتشف إن لا، ده بالعكس، كثير من اخواتنا واشقائنا اللي عندهم نخوه وعندهم كرامه وعندهم عقل وعندهم حكمه وعندهم انسانيه رافضين طبعا للقرار ده ورافضين للحاله دي ومقاطعين للحاله دي، ولكن السوشيال ميديا قدمت لك ان لا، ده هي دي الحاله العامه وانت خلاص بقى لازم تقبل بالامر الواقع ولازم تدخل ضمن تنصهر ضمن البوتقه دي وتنصهر ضمن المنظومه دي. تمام؟ طب ايه هي علامات وقوعنا اسرى للحرب الناعمه؟ اول حاجه الحشد الدولي، الحق 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 ايه ده زي ما قلنا الايجور حشد دولي، وتلاقي دول كتيره مجرد ما تلاقي اتفاق منهم على قضيه واحده في الوقت ده لازم بتبدا تقلق. يعني ما تلاقي مثلا فرنسا المانيا انجلترا امريكا بعدهم بمسافه شويه تلاقي بقى ايطاليا واسبانيا والكلام ده، بس لبعض دول بشكل اساسي متفقين بشكل اساسي على حدث جزئي بسيط ومركزين عليه قوي وعمالين يبدوا التعاطف ويبدوا ازاي ده يحصل في عالمنا المعاصر وازاي الانتهاكات دي تحصل في عالمنا المعاصر، تبدا تقلق خصوصا ان هم عندهم انتهاكات شبيهه. فتبدا تقلق خصوصا لما تلاقي مصاحب له او حاصل بشكل مفاجئ فجاه كده سمعنا عن الاجور. يعني انا فعلا انا دلوقتي واحد عنده 30 سنه، خلال 30 سنه من حياتي سمعت عن ايجار دول الفتره اللي احنا اتكلمنا عنها، بس اللي كانت تقريبا شهرين او حاجه، الحقوا الايجار الحقوا الايجار الحقوا الايجار وهكذا اختفت تماما. تمام؟ تركيز اعلامي شديد جدا 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 على القضيه اللي هم حابين ان هم يحركوه تجاهها، وتلاقي بقى الفيسبوك يبدا كل الصور اللي عليها تتغير انقذوا الايجار مثلا او ايا كانت بقى القضيه، انقذوا مثلا الدرافيل وبتاع، هتلاقي اي حاجه وتلاقي حصل الدول دي بتقول لك الحق الدرافيل، الصوره تتغير، الاعلام ما يبداش يتكلم غير على الدرافيل، خلاص كده اصبح واضح ان الموضوع ده
اما ان هو بيحاول ياخد انتباهك للموضوع ده بعيد عن قضيه تانية اكبر، او اما ان هو بيحاول يضغط بيك على حد تاني. طب احنا دلوقتي ازاي نواجه الحرب الناعمه دي؟ مواجهه الحرب الناعمه بتقوم بشكل اساسي في النقطه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وهي كانت النخبه اللي لازم تقود المجتمع كله، ان يحصل اول حاجه اعتراف بان في حرب ناعمه. وهنا لازم نميز ما بين نظريه المؤامره والحرب الناعمه. يعني ايه نظريه المؤامره؟ ان انا اقول لك حاجه ما فيش عليها دليل، طالما ما فيش عليها دليل يبقى لازم احطها ضمن الامور الظنيه. وده حضراتكم ان شاء الله لو حضرتوا معانا دوره قواعد التفكير المنطقي هتبدا النقطه دي توضح عندكم بشكل اقوى وبشكل اكثر تركيزا وتثبيتا. ولكن خلونا نتكلم عنها بشكل سريع. ان انا دلوقتي قدامي ثلاث انواع من المعلومات: معلومه متاكد انها صح، معلومه متاكد انها غلط، او معلومه مش متاكد منها. طالما مش متاكد منها يبقى ما ينفعش احطها ضمن ان انا متاكد انها صح او متاكد انها غلط ببساطه شديده جدا. فحاجه زي مثلا السؤال اللي جانا اللي هو فكره فيروس كورونا ممكن يكون نتيجه حرب بيولوجيه او نتيجه استعدادات لحرب بيولوجيه، دي معلومه ما ينفعش اقول انها اكيد غلط لان لسه ما فيش دليل على انها اكيد غلط، وما ينفعش اقول انها اكيد صح لان برضه ما فيش دليل على انها اكيد صح، فبحطها ضمن المعلومات الظنيه، الحاجه اللي انا مش متاكد منها. هل الحرب الناعمه ضمن المعلومات اللي انا مش متاكد منها؟ لا. نظريه المؤامره؟ اه، لان المؤامرات النظريه دي المؤامرات اللي دايما بتتكلم فيها مش دايما عليها دليل او ما فيش حد اتكلم عنها، عكس الحرب الناعمه اللي في كتب اتكلمت فيها وفي تصريحات اتكلمت فيها وفي حتى خطط واستراتيجيات واضحه معلنه للتعامل معها. كان حتى من ضمنها مثلا كونديليزا رايس اللي كانت بتتكلم في وقت من الاوقات ان احنا من مصلحتنا ان احنا نعمل شرق اوسط جديد. الغرض من الشرق الاوسط الجديد ده ان تنصهر فيه او ينصهر فيه الكيان الصهيوني، فيبقى جزء من منظومه الشرق الاوسط الجديد بدل ما هو جزء، بدل ما هو جسم دخيل على الوطن العربي او الوطن الاسلامي. لا، هو لازم يبقى ضمن منظومه الشرق الاوسط اللي ملهاش اي مدلول ثقافي او حضاري او ديني. فاول نقطه لازم نواجه بها الحرب الناعمه هي ان احنا نعترف بوجود حرب ناعمه ومعرفتنا للحرب الناعمه دي. تاني حاجة استيعاب الحرب الناعمة دي واستيعاب أساليبها ووسائلها والطرق اللي بتستخدمها عشان يعني تدخل في مجتمعاتك أو تتدخل في مجتمعاتك. وتالت حاجة وهي الوحدة. الوحدة اللي احنا اتكلمنا عنها ضمن استراتيجيات الحرب الناعمة، ان أول حاجة وأكتر حاجة هيسعى فيها ان هو يقسمك بحيث ما تبقاش وحدة متماسكة قدر ما هي تقاوم. فأول حاجة لازم نواجهها ان احنا نكون وحدة واحدة، ان احنا نكون متمسكين ببعض ضمن حضارة واحدة وضمن مجتمع واحد بيواجه الغزو الفكري والحرب الناعمة ليه. زي ما حضرتك شفتوا متحدين نقف ومتفرقين نسقط. وطبعا المواجهة دي بتتم بشكل أساسي زي ما قلنا في الأول خالص عن طريق نخبة واعية، نخبة عارفة إيه هي منظومتك الحضارية، إيه هي قيمك اللي بتحملها، وإيه هي القيم الدخيلة اللي بتحاول المجتمعات الغربية والمجتمعات المادية إن هي تفرضها عليك عشان تقدر ان هي تواجهها وتقدر ان هي توجهك للتمسك بقيمك الحقيقيه وتقدر ان هي توجهك لرفض القيم الغربيه. فالحضور الفعال للنخب في النهايه هيكون فيصلي ومحوري في مواجهه الحرب الناعمه، زي ما هنشوف دلوقتي مقوله للدكتور احمد خالد توفيق باين فيها معرفه ظروف الزمان والمكان، ان هو النخبه اللي عارفه العالم ماشي ازاي وظروف الزمان والمكان فيه، وعندها معرفة صحيحة بالواقع، وعندها معرفة صحيحة بمين هو العدو، وعندها معرفة صحيحة بالتالي ازاي تواجهه بنوع من انواع الابداع والجاذبية في تقديم الفكرة بشكل جذاب يقبله الجمهور. ده كله يمكن تجسد في راحة الدكتور احمد خالد توفيق رحمه الله اللي كان في كلامه مثلا عن الكيان الصهيوني، كان كاتب مقال جميل جدا جزء منه: لو تصالح كل العرب مع اسرائيل فلن اكون انا ضمن القائمة بالتأكيد، لأنني ألعنهم وألعن الأرض التي يمشون عليها وأكره منظرهم ولون علمهم ولغتهم. ده كلام كان كاتبه الدكتور أحمد الله يرحمه قبل معاهدات السلام اللي حصلت في الآخر. كان عنده معرفة بظروف الزمان والمكان، كان عنده معرفة بالقيم الحقيقية اللي بتشكل هويته وتشكل حضارته وتشكل قيمه، وبالتالي كان عنده قدرة أن هو ينقلها لجيل جديد بإبداعه وبجذبية. هي ده أو هو ده التجسيد للحضور الفعال النخب اللي بنشوفه كتير من نخبنا سواء الموجودين أو اللي رحلوا رحمهم الله جميعا.
زي مثلا جلال امين، زي عبد الوهاب المسيري، زي الامام محمد عبده زمان، زي غيرهم من المفكرين في كل المجتمعات. معرفه اهداف الحرب الناعمه دي، هو يا ترى هو بيهدف، يعني بيهدف من الحرب الناعمه دي ايه؟ بيهدف انه يقدم لي النمط الغربي، خلاص انا مش هقبل النمط الغربي ده الا بما يتفق مع قيمي. بيهدف ليه؟ بيهدف ان انا ابقى ضعيف ومنقسم، خلاص يبقى مش هبقى منقسم وهعمل على تقويض مجتمعي. تمام؟ فمعرفه الاهداف بتساهم بشكل كبير ان انت تفشل هذه الاهداف وتنشر الوعي لمواجهه الاهداف اللي بيسعى بيها العدو للحرب الناعمه. فمثلا لو بصينا على احد اهم وسائل الحرب الناعمه زي السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، هنكتشف ان الفيسبوك متهم بتسريب بيانات 400 مليون شخص. متخيلين الرقم؟ 400 مليون شخص بياناتهم اللي مدخلينها، اللي هي عباره عن اسمك، ايميلك، وظيفتك، دراستك، مكانك، تليفونك، صورك، صور اصدقائك، اهلك، علاقاتك، كل ده اتسرب وراح للحكومه الامريكيه اللي بتستخدم بشكل كبير جدا السوشيال ميديا في تجميع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن سكان العالم كله وتوجيههم وتوجيه الراي العام، زي ما حصل مثلا في البريكزت اللي كان في فيلم بنفس العنوان بالمناسبه، بريكزت، بيتكلم عن ازاي تم استخدام المعلومات والداتا اللي جايه من السوشيال ميديا لتوجيه نتيجه في النهايه لاتجاه معين. او زي ما اوضح سنودن، دي صوره سنودن بالمناسبه، وهتلاقوا حقه في فيلم بنفس الاسم اسمه سنودن، ممكن حضرتك تتفرج على الفيلم ده، بيوضح قد ايه ان السوشيال ميديا بتهدف بشكل كبير جدا لتجميع قدر مهول من الداتا والمعلومات عنك انت كشخص ونقلها للمجتمع او نقلها للحكومه، الحكومات الغربيه اللي تقدر ان هي تبقى عندها فكره عامه، فكره كامله متكامله عنك بشكل فردي وعن مجتمعك بشكل كامل، تقدر انها توجهك فيه عن طريقه للي هي عاوزاه. طبعا برضو مهم جدا المعرفه المبكره وتنقيح العلوم والمعارف. احنا في النهايه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها كان موضوع الزي، وقلنا ان الزي مش شرط ان انت ترجع للزي العربي الاصيل القديم، ولا حتى مثلا واحد مصري يجي يقول لك خلاص انا هرجع للبس الفرعوني ولا لا خالص، ولكن انك انت تبقى عارف ايه اللي بيحصل معاك بشكل مبكر وتقدر انك تنقح العلوم والمعارف بما يتناسب مع حضارتك اللي هي بشكل اساسي حضاره عقليه، عشان تخدم في النهايه معرفه الجيل بتاعنا والمجتمعات بتاعتنا بهويتهم وبحضارتهم، ومعرفتهم كمان بالعدو وباهدافه وبايه هو اللي هيستخدمه معاك وازاي ان انت تقدر تواجه ده. هيحصل تشخيص مبكر وحائط صد مبكر للحرب الناعمة اللي بتقام علينا وتصدي للغزو الفكري. زي ما كان الدكتور عبد الوهاب المسيري بيقول ان سمه هزيمه داخليه في الفكر العربي تجعل من الغرب المرجعيه الوحيده ومصدر المعرفه الاوحد. ده اللي بيرجعنا تاني لفكره تنقيح العلوم والمعارف. لو بصيت للعلوم هتلاقيها بتتقدم بشكل غربي وبتهدف للهدف الغربي اللي هو فكره صناعه انسان يعلم عن الماده والعالم المادي من حواليه بشكل يخليه يستغله، مش بشكل يخليه يفهمه، ومش بشكل يخليه يفهم نفسه كإنسان، مش بشكل يخليه يصنع إنسان فاضل وإنسان أخلاقي وإنسان عاقل، ولكن صناعة إنسان متعلم وبس. خلى الغرب مرجعيتك الوحيدة اللي أنت بتقبل منها كل شيء، حتى منظومتك الأخلاقية، لأن ما عادش عندك منظومة أخلاقية بتقدمها بشكل واضح، ولان كل اللي بتقدم عندك العلوم. فانت دلوقتي لما تيجي كل اللي بتدرسه في المدرسه مثلا العلوم المختلفه، مين احسن حد في العلوم؟ الغرب. خلاص انا هسمع كلامهم في كل شيء لانهم متقدمين في كل شيء، مع ان واقعا هم متاخرين في اهم نقطه تهم الحضاره، وهي ان هم متاخرين انسانيا، متاخرين من حيث المبادئ والقيم الانسانيه والافكار الاخلاقيه. تحقيق الاستقلال، ودي نقطه مهمه جدا، كل المجتمعات اللي بتقاوم كان لازم تحقق الاستقلال عن طريق شخصيات بارزه اتفقنا او اختلفنا معاهم، كنا بنشير ليهم. مش معنى كده ان احنا متفقين معاهم 100%، لكن في النهايه عارفين ان هم كانوا بيسعوا لتحقيق الاستقلال بشكل كبير، زي جمال عبد الناصر في مصر، زي فيدل كاسترو في كوبا، وزي مادورو في الاكوادور، وزي جيفارا في كوبا، وزي غيرهم من الشخصيات السياسية اللي حاولت ان هي تحقق الاستقلال من البداية، استقلال سياسي واقتصادي وعسكري. ف
فتم محاربتهم بشكل كبير جدا، سواء عن طريق الاغتيالات زي زعيم تشيلي او عن طريق الحروب المباشره زي ما حصل مع عبد الناصر، او عن طريق الحصار الاقتصادي زي ما حصل مع الاكوادور حاليا. تمام، ده كده الحرب الناعمه واساليب الحرب الناعمه وامثله عن الحرب الناعمه. شكرا لحضراتكم جدا على وجودكم معانا النهارده، اتمنى يكون الموضوع واضح. لو في اي سؤال انا تحت امر حضراتكم، واتمنى ان شاء الله نشوفكم في الندوه القادمه، ويعني في انتظار اسئلتكم باذن الله. جالنا سؤال: هل القوى الدولية أمام استراتيجية جديدة تجاه الشرق الأوسط للتطبيع مع دول المنطقة بتغيير فكر العداء تجاه إسرائيل بدلا من استخدام الحرب العسكرية؟ طبعا طبعا، وهي استراتيجية زي ما قلنا أعلنت عنها كوندليزا رايس، وأعلنت عنها المؤسسات الأمريكية والصهيونية حتى في أكثر من مكان، ويمكن من قديم يعني مش حديثة، يمكن تطبيقها بدأ يبقى بالفجاجة دي دلوقتي، ولكن حتى سنة 93 اعتقد كان شيمون بريز كان اتكلم عن فكره ان احنا عمرنا ما هنكون ضمن، يعني كان سؤال توجه له ان هل انت ممكن ككيان صهيوني ممكن تبقى جزء من جامعه الدول العربيه؟ طبعا سؤال كوميدي ولكن اجابته بتنقل الاستراتيجيه عندهم كانت عامله ازاي. قال لك احنا مش هنكون جزء من جامعه الدول العربيه ابدا، ولكن على جامعه الدول العربيه انها ان تصبح شرق اوسطيه عشان يبقى هم اللي جزء مننا كمان في الوقت ده، لان احنا في الحاله دي كمجتمعات مين الاقوى على الارض من حيث القوى العسكريه ولو كدعائيا حتى. الكيان الصهيوني خاص يبقى احنا ننقاد له ونبدا نبقى ضعف قدامه، عشان احنا بقينا اصبحنا منظومه شرق اوسطيه بدل المنظومه العربيه الاسلاميه اللي بتتكلم في قيم وافكار عربيه واسلاميه. مستحيل 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 تقبل وجود غير إنساني زي وجود الكيان الصهيوني، وجود مناهض للإنسانية، وجود معادي للإنسانية، والوجود معادي حتى للجانب العربي والإسلامي عندنا، واقتحام المقدسات حتى الإسلامية، لكن حتى بدون الجزء ده فهو وجود غير إنساني مستحيل حضارتنا العاقلة تقبل به. تمام، فطبعا كان فكرة العداء مع إسرائيل كان لازم تتحول لفكرة صداقة مع الكيان الصهيوني، وفكرة إن إحنا يبقى في نوع من انواع التعايش اللي يسمح لكيان صغير زي ده انه يبقى موجود ومتواجد كل السنين دي، زي ما كان الدكتور عبد الوهاب المساري اللي اتكلم عن ان وجودهم دليل ضعفنا احنا ودليل ضعف افكارنا احنا، وجودهم اللي قائم على ان المليار بني ادم اللي حواليهم مش قادرين ان هم يجتمعوا، مش قادرين ان هم يواجهوه بكراهيتهم ليه، بحيث يقضوا على وجوده الغير منطقي حتى. نقطة تانية كمان بتوضح أهمية الحرب الناعمة على ما يجي لنا سؤال تاني، إن في حالة استخدام الحرب العسكرية زي ما حصل في حرب 67 ونكسة 67، اللي حصل إن إحنا انهزمنا عسكريا، ولكن وقع الشعب كله، الشعب العربي كله، الشعب الإسلامي كله كان من جواه غاضب وناقم ومعادي لإسرائيل، وفضل غاضب وناقم ومعادي لإسرائيل. فمع أول فرصة له قدر إن هو يحاربها وقدر إن هو يواجهها ويحطمها بالشكل ده. حتى لما قامت ثورات الربيع العربي، أنا فاكر كان فيه في وقت من الأوقات بعض الدعاوي بإن لا إحنا كلنا هنطلع كمظاهرات كده ماشية على رجلين لحد ما نروح للإسرائيل. المظاهرات دي فعلا فعلا مع إنها كانت دعاوي يمكن ما اكتملتش قوي، بس فعلا الموضوع كان مخيف للكيان الصهيوني. أنت متخيل ممكن يقتل الناس دي، هيقتلهم جميل، بس هيقتل لحد امتى؟ وهيفضل يزود في كراهيه المجتمعات الحاليه دي لحد امتى؟ ازاي هيفضل متعايش وسط كراهيه مليار بني ادم بالشكل ده؟ فكان مهم ان نحول الكراهيه دي لان لا اقبلوهم عادي، احنا في سلام، احنا في توافق. تمام، فحرب الناعمه بتجنبك مش بس الخسائر العسكريه وغيرها والتكاليف، الا حتى ان البعض بيقول ان النتائج اللي بيعملها دولار واحد بيدفع في الحرب العسكريه بيعملها 100 دولار في الحرب العسكرية، دولار واحد يعملها في الحرب الناعمة. مش بس النتائج دي، لكن كمان نتيجة ان ايه، انت خلاص الشخص اللي قدامك ما عادش حتى يبقى عنده كراهية ليك، وبالتالي اصبحت حالة العداء دي بتنتهي، اصبح انت عندك حرية حركة تسمح لك حتى انك تقوده، مش بس انك انت خايف من مواجهته، او مش بس انك انت بتدافع عن نفسك قدامه، لا انت اصبحت كمان ممكن تستخدمه هو نفسه لمواجهة غيرك، يعني موجة عدوه هو.